أقسم بالله العلي العظيم، أنا في بيت من بيوت الله، وأعرف أن الله راح يعذبني إذا كذبت. أب، أم، أخوان، خوات، أصدقاء، ألو، مات فلان، تكفى، أحذف حسابه. وينه؟ مات، قامت قيامته، وحسابه سيئات جارية. ترى مواقع التواصل الآن لو تجيب شهادة وفاة، لو تجيب الجنازة، ما يحذفون حسابك إلا من رحم ربي، إذا وافقوا، إذا تعرف الإدارة. الآن ما في حذف، من كثر الهكر والاختراقات خلاص ما عاد يصدقون أحد. أنت أبخس بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. إذا حسابك ما يرضي الله وتبغى تقابل الله فيه، احذفه وغير الآن. تحسب الناس بيقولك أوه أميزنج، والله مات حسابه مرة نايس. حتى لو مت، ترى الناس بتشغل عندك قرآن، ما برح تشغل أغاني. فأعرف أن الأشياء اللي أنت قاعد تحطها وتغضب الله، أغاني، رقص، تفسخ، راح يكون عليك حسرة يوم القيامة. احذف الآن.